السمنة في الوقت الحالي تعتبر وباء، وهذا الوباء بدأ يجتاح العالم كفيروس لأنه بدأ ينتشر في كل أفراد المجتمع، وبدأ ينتشر في مختلف الأعمار ابتداء من السن الصغير وحتى الأعمار المتقدمة. مريض السمنة لابد أن يبحث عن علاج، وعلاج مبكر لعلاج أمراض لعلاج السمنة، سواء مرض السمنة نفسه أو الأمراض المصاحبة من السمنة، وهذا لابد ثانية أنه يحدث في وقت مبكر، وده لأن السمنة دائما مصاحبة بعدة أمراض نتيجة تراكم الدهون في أجزاء مختلفة من الجسم. تراكم الدهون في القلب والكبد وحولين الكلى وفي أجزاء متعددة من الجسم قد يصيب المريض بارتفاع نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم، وقد يؤدي إلى حدوث تصلب في الأوعية الدموية، وقد يؤثر على كفاءة القلب، وخصوصا في أمراض في مع أمراض كثيرة في وقت مبكر من حياة المريض أو في وقت متقدم. ولذلك مريض السمنة لابد أن يبحث ثانية عن حل، وحل مبكر لكي يبدأ حياة جديدة ولكي يبدأ حياة مطمئنة بدون أي أمراض. بالفعل مريض السمنة بعد أن يفقد الوزن بيفقد الكثير من هذه الأمراض ويرجع لحياة آمنة سليمة صحية. جراحات السمنة أو البحث عن حل لعلاج السمنة بدأ يكون في أمريكا وفي أوروبا وفي الكثير من المراكز المتقدمة، كما بدأنا هنا أن نفعل من خلال برنامج. هذا البرنامج بيشمل أطباء كثيرون مثل أطباء التغذية والسلوك وبعض الأطباء المتولين لعلاج بعض الأمراض زي أمراض الغدد وأمراض الأوعية الدموية، وبيبدأ كل ده تحت إشراف الطبيب الجراح. أول ما بيبدأ المريض زيارة الطبيب الجراح بنبدأ إن احنا نكتشف منه من التاريخ المرضي وعاداته الغذائية والسلوك الغذائي اللي أدى به إلى السمنة، إيه أسباب السمنة، وخصوصا إن احنا بنجري بعض الفحوصات اللي بنكتشف بيها بعض الاضطرابات، وخصوصا في اضطرابات الغدد وأسباب تراكم الدهون. الزيارة دي قد يصاحبها زيارة لطبيب التغذية لكي يبدأ المريض في أول يوم برنامج غذائي بيبدأ، قد يكون لمدة أسبوع، قد يكون لمدة أسبوعين، وقد يمتد إلى شهر. في خلال هذا الشهر بنبدأ إن احنا نتوالى مع المريض بعض الزيارات من خلال وجوده على نظام غذائي. النظام الغذائي ده قد يفيده كتير، إن هو حتى بيديله نوع من الإرادة وإزاي يتحمل العادات الغذائية اللي بعد العملية. في خلال هذا الفترة منذ تواجد المريض في العيادة ومنذ إجراء بعض الفحوصات الطبية وتولية على نظام غذائي، بيبدأ زيارة بعض الأطباء والتخصصات المختلفة حتى يحين وقت إجراء الجراحة. ليس مقبولا تماما إن المريض يجي في أول زيارة وعلى طول بناخد المريض من العيادة أو من عيادة الجراحة بعد أول كشف إلى العملية. هذا ليس مقبول، لأن السمنة ليست مرض واحد إنما هي أمراض كثيرة، ومريض السمنة ليس لا يريد أن يجري جراحة فقط، بل يريد طريقة آمنة لإجراء الجراحة والوصول إلى فقد بالوزن بطريقة صحية مناسبة. ولذلك البرنامج المقدم من مستشفى NMC لعلاج السمنة وفقد الوزن عبارة عن برنامج بيبتدي بإجراء فحوصات، عبارة عن استشارات مختلفة، وعبارة عن برنامج ممتد لمتابعة لمدة سنة بعد العملية، حتى يتسنى للطبيب الجراح وبعض الأطباء المختصين موالاة المريض حتى يصل إلى ما يريد من فقد الوزن بطريقة صحية وبشكل جمالي لائق.